فالقرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره حقيقة، وإنما غيره مبلغ لكلامه، مبلغ لكلامه. والمبلغ يصح أن يقال قال، لكنه ليس المتكلم، ليس المتكلم، وإنما يبلغ الكلام. فإن قال قائل كيف يقول الشيخ هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وقد قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، وقال الله، والمراد بالرسول هنا بالاتفاق محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهو هنا الرسول هنا هو جبريل عليه السلام. فقال الله عن القرآن إنه لقول رسول كريم في هذين الموطنين، والرسول في الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني جبريل عليه السلام، فأضافه الله إلى الرسولين. قلنا في الآيتين بيان أنه ليس كلامهما، لأنه لا يمكن أن يضاف إليهما وهو كلام واحد، لا يمكن أن يكون ابتدأه جبريل وأنشأه جبريل عليه السلام، وابتدأه محمد صلى الله عليه وسلم وأنشأه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعقل هذا. لو كان المراد هذا لكان هذا متناقضا، لأنه لا يمكن أن يتكلم ابتداء به، وإنما يكون أحدهما تكلم به والآخر بلغه، فدل ذلك على أنه ليس كلامهما. فإضافة القول بالقرآن إلى الرسولين إضافة بلاغ، إضافة بلاغ، يعني أنه تبليغ هذين الرسولين العظيمين جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويدلك لذلك أن الله عز وجل قال لقول رسول كريم، ما قال لكلام، قال لقول. والمعروف عند العقلاء أن القول يضاف إلى المبلغ، فيقال قال فلان كذا، وهو يبلغ كلام غيره أو يذكر كلام غيره. كما أن الله عز وجل قال إنه لقول رسول، ما قال لقول نبي ولا قال لقول ملك، قال لقول رسول. لما؟ ليدل على أن المقصود بالقول التبليغ، لأن وظيفة الرسول التبليغ. الرسول لا يكون رسولا قام بالرسالة إلا إذا بلغ ما أنزل إليه. قال ربنا سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن الرسول لا يبتدئ، وإنما يبلغ ما نزل إليه من الله. وجبريل عليه السلام رسول بلغ، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول بلغ. القرآن لنا
فصح أن يقال إنه لقول رسول، والله إنه كذلك، لكنه كلام الله على الحقيقة، كلام الله على الحقيقة. نعم.